السلام عليكم. هذه ستين فيديو ان شاء الله تكون قصيره. كنت في لاباج تاع فيسبوك وين خرجت لا فيديو تاع يوتيوب الاخرى اللي درتها على مانيفيستاسيون دو باري، وين قلت باللي على كل حال نورمالمون اللي يحب يفهم الجزائر يشوف الناس اللي راهم مع النظام والناس اللي راهم ضد النظام. الناس اللي هم النظام جينيرالمون تلقاهم يعني ابار النيه، ابار لي نيه خاثره هذيك تاع اللي ما يعرفش السياسه خلاص وكلاولو مخو بالتلفزيون ولا راديو والجورنال ولا غالب والحزب والجيتيه والبومبار والعرش والزاويه تو لي غولي تاعهم سوسيو اكسيتيرا ميدياتيك اكسيتيرا. ابار هذاك النيه هذاك الخاثره يعني خاطيه ابوليتيك لا غالب بيزون بروفيتي دو سون ايتا باسكو هما اللي خلاوه جاهل وقاعدين يجهلوا فيه اكثر فاكثر باش ينجموا يشربوا له مخو يمشيو كيما يحبين لو كونديسيون اللي فون ان لافاج دو سيرفو كازي بيرمانون غريب يديروه له في الروبيني. ابار هذا دونك اللي ما يعرفش الفرق اللي كاين بين الناس اللي مع النظام والناس اللي ضد النظام، ما نهضرش على الناس اللي ضد النظام يعني جوست بار انتيغي بار كالكول بوليتيك تاع كيما يقولوا الكوره ان كلوش اس لوتر نحي باش نحكم بلاصتو باش ندير كيفو باش انا ثاني ناكل. انا نعرف بعض من هاد الناس كيما هكا مثلا بعض الاسلاميين اللي داروا روحهم يقاوموا النظام ونحيوه ويديروا لونتريزم والنظام باش ما يتبدل الا من الداخل باش يبدلوه ويديروا بون اون كوني سيت تيوري فيموز. مي ابار سا ابار سا سي كلير صافي دير الناس اللي مع النظام باينين والناس اللي ضد النظام لي جون انتيغر كي لوت فريمون كونتر لو ريجيم بور انستوري ان ايتا دو دروا كي فول شاسي دي كريمينيل اي دي فولور بور كو لو بوبل ريكوفر سا totale, sa pleine et entière responsabilité, sa pleine et entière souveraineté sur son propre peuple, sur son propre devenir, sur son propre pays et sur son propre avenir, celui de ses enfants. Mala, واحد يجيني في فيسبوك يقول لي كيف تقول لك ما لازم كل الناس معاكم ولا هذه هي انتم تكريتيكو فيها النظام ومالا لي موش لي راهم مع النظام مالا راهو فورسيمون كوم سا دونك نتوما لازم تحكموش عليكم سينو السما تبلعوها علينا والهواء تنحيولنا ما نعودو ما نتنفسوش. بون قاعد نتبع فيه هنا جيسي لو اكسبليكي ولا دونتامي ان ديبا افيك لوي ديموكراتيك والناس صحابنا يقراو ويشوفو شكون عنده الحق. وبعد ولا يستعمل في واحد الحيل واحد لي زارغيومون هكا كومبليتمون ديفازي ابسورد على بالك سي اون تكنيك كونو صافير لو يواجهك في سور لو نيفو دو لارغومون يل اساي دو تو بروندر سور سور لا بيريفيري دو بروبليم باش يخرجك من لو كور دو ديبا ويديك وين يحب هو. قلت له انا ولدي حبس تخاف دو تروك كيسك سي اون تران دو دير دو فاسون. قلت له بون انا ما نزيدش نحكي معاك ماذا بك هاك هنا تي في سكو تي فو بصح وشيه لا باج تاع الناس اللي ضد النظام الناس اللي مع النظام يا دي باج بوفي يالي. قلت له مرحبا بك حنا ما نحوزوكش تشوف تقرا ما تدخلش ولا الداخل بصفه يعني متهذبه اي دو فاسون لوجيك باسكو ني با دي كون ني با دي ايديو بروفون نعرفو صلاحنا نعرفو صلاحنا مليح مليح ولا ربما نون سيلمون نعرفو صلاحنا ولا ربما لو كان يحطونا في الميزان بالك الله اعلم احنا خير منك. خاطرش علاه احنا ما نجريو ورا حتى حاجه ربي عالم وغدوه غدوه يقول ان شاء الله كي نتحروا نعرفوا الناس اللي ما يحوسوا حتى على حاجه اللي يروح للبلاد يعنقر شونغاي ويجيبها في شط البحر ويشيخ مع صحابه هذاك نعرفوا بلي ما يحوس حتى على حاجه. وحتى اللي يحوس حتى الطموح مش عيب اللي يحوس يخدم وطنه سي با مون كا مي اللي كاينين كيما مش عيب. المهم السيد هذا بشو ولا
Yair fille ou les subfille, agent d'Israël. Comment je peux laisser faire, je peux laisser passer ça au nom de la démocratie et de la liberté d'expression. Ana le bel Ibrahim, il n'est pas agent d'Israël. مانيش صاحب بي اش ال، مانيش قوة منظمة من الخارج باش نطيح النظام الثوري وكذا وكذا، هما حتى من الشهداء ربي يرحمهم دارهم فون دو كوميرس. الوغ كو لي بروميير زاني دو لانديبوندونس، بروميير زاني دو لانديبوندونس، مو جيتي انسبكتور دو ترافاي تخي جون. كاين اون لوا اسمها دي بوست ريزيرفي دي لا كاتيجوري سي بي، لي بوست ريزيرفي اللي ما تقدرش تدخل ناس منهم، من لازم تكون مرت شهيد ولا ولد شهيد. وش هي لي بوست ريزيرفي؟ فام دو ميناج، اباريتور، بلونتون. هاد الناس الثوار هذا ملاه، قسما بالله دو فاسون سي فيريفيابل. هاد الناس هذا اللي داو جاب لي بوست ريزيرفي دون لادمينستراسيون دو فام دو ميناج لازم تكون مرت شهيد. ابون باسكو مرتو ماتت، مات استغفر الله رب العالمين، تنمو الغشة ويولي يخلي الواحد باسكو هذيك المرأة هذيك راجلها توفى الله يرحمه على هذه البلاد هذه، باش يحررها، باش تجي انت تولي دير القوانين في بيرو افيك دي بلونتون ولا شهداء افيك دي فوند ميناج شهداء افيك، يعني زعما درت فيها خير. بوست ريزيرفي دي كاتيجوري سي بي ولا سي دي جو مرابي بلو تان، فام دو شهداء على الدروا على لا بريوريتي باش تعود فام دو ميناج. واحد ما ينجم يعود فام ميناج من غيرها. دونك ما تلعبوها الناش، ما تلعبوها الناش، ما تلعبوها الناش ليبرتي ديكسبريسيون كذا. الوغ موا بون على درت الفيديو هادي جو مشي برومي ما نطولش، استغفر الله، يعني وحده يتغشش يسو كونترول بلو. مو جي ديسيدي ديموكراتيك او با جوني ريان افوتر، باللي منا ورايح الناس هادم ننفيهم من لاباج تاعي. انا شخصيا الناس شرفوني بلاميتي تاعهم، عندي بلوس دو 5000، ما بقاش البلاصه على فيسبوك 5000 تي نا بلو دروا داكسبتي دي زامي. انا فوت 5000 يا دي جون كي اتوند ما كانش البلاصه، كثر خيرهم شرفوني جاوا لاباج تاعي. الوغ كو لاباج هادي يا دي سونتين دو جون كي باس لوغ طون ا نو انفيستي، سي دي بارازيت يبعدونا في السم. مالا خويا تعرفو شيه الا لي معرفتوش ولا يجي بصح ما يكتبش، بصح لي يبان غير قد هك. موش نتاكي الانسان اللي مش موافق معايا في الفكره، ولا مش موافق معايا في الحساسيه السياسيه، ولا مش موافق معايا في مهما كان، مهما كان حتى يكريتيكيني انا مثلا، ما كانش مشكل. انا مني من الناس يكريتيكي الناس اللي انا نحترمهم بصفه موضوعيه، مني سي نورمال، سي سون دروا. لاباج تاعينا هذه مش شي با كوا اللي نفرض بها نو، بصح باش تجيب لاباج هذه وتسبنا وتعايرنا وتضرب البروسه للريجيم وتشيت له وتحاول تضرك السمش بالغربال وترجع لنا هذا القاتل وهذا السراق، ترجعوا باللي هو باها وتخوف فينا، تقول لنا اتونسيون يا جماعه تكملوا كيما هكا يتعاود راكم راح تخلقوا العنف، واتونسيون يا جماعه هذا ما من ناس اسلاميين يحبوا يقطعوا اليد ويقطعوا الرجل وشي با كوا. دونك انا والله العظيم اللي نلقاه كيما هكا غير جو لو بلوك سيغ بلاس، اي سي اون بلاس كو جو غاني بوغ ان امي كي افيك نو. ونطلب من اصحابنا كل تاع فيسبوك ويوتيوب يفون دو ميم، يفو لي بلوكي سي جون. تعرفوا شي لو كان نديرو يد في اليد اكل الجزائريين الحرار نبلوكيوهم سي تو، اون لوغ في ريان، اون لي بلوك سيغ يوتيوب اي اون لي بلوك سيغ فيسبوك. تعرفوا شي صرا؟ يلقاو رواحهم محشورين في بلاصه وحده، في فوق ورقه وحده في الشجره، لي بارازيت اللي يمصوا الدم تاع الشجره هذيك حتى الشجره هذيك تموت، تيبس وعروقها يبسوا وتموت وتعود ما تمدش الثمره. هذوك لي ميكروب نيزوليهم بالعقل بالعقل. نحكي لكم حكايه، راني يعني نقول لكم ما نطولش ونطول الله غالب. هذه حكايه لي انسان بكري فلاح يعرف لا ناتور يكون بيان، ومنها الحديث قياس. قال لي على بالك الذئب لو شاكال عندنا هنا الذئب سي با لو لو، قال لي على بالك يديروا الكراد، قال لي الكلب حاشاكم كيديروا الكراد، مولاه ينحيلوا الكراد بالوحده، الكراد اللي يجي يمص الدم للكلب مسكين ما نجمش ينحيهم. قال لي بصح الذيب كيديروا الكراد شكون ينحيلوا الكراد؟
قلت له نعم. قال لي هو ما يعرفش ينحي بعضها البعض ولا كيف يدير؟ قال لي يقرب الكاش خروف ويخطف له بفمه نتشة من الصوف، يحكم الصوف هذا في فمه، بعد يروح للواد قال لي دخل رجليه الاولين، وبعد يقرب والما يبقى يطلع ويزيد يقرب والما يبقى يطلع، حتى قال لي حتى تبقى الرقبه تاعو هنا برا وكلش داخل في الماء. قال لي هذاك القراد هذاك، قال لي قد ما القراد يطلع يهرب من الماء، قال لي يولي وجهه هذاك، قال انت تغلي بالقراد، قال لي ومن بعد يزيد يدخل، قال لي خلي غير الخنشوش تاعو لو ميزو خارج بهذاك الصوف هذاك، قال لي القراد كل يجي يهرب من الماء يهرب يجي في هذاك تاع الصوف هذيك. قال لي يستنى مده هكا، قال لي غير نيفو لبرا، قال لي لما القراد كل يسكن في هذيك الكبه تاع الصوف قال لي يطلقها يديها الماء ويتهنى من القراد. ما لا الحديث قياس والفهم يفهم، والسلام عليكم.